حلوه صحينه بتضحك علينا والدتك صاحيه وبتتفرج هي واخوك. اخوك اسمه ايه؟ طه. الكبير ولا الصغير؟ هو الكبير. انا هو الكبير. ازيك يا ام محمد؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. اللي مصحيك مبروك يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ الف مبروك عليكي والف مبروك على محمد. منورنا والحمد لله. الحمد لله. دعواتكم ليه؟ دعوات حضرتك. دعوات حضرتك انت والله. انتوا نفسكم معانا برضه. لا يا حبيبتي احنا كلنا كنا بنقول يا رب يا حاجه، يعني ما كناش بنقول غيرها. كلنا قاعدين تحت رضا ربنا علينا. صح. كلنا ونعم بالله يا حبيبتي. بالله. ونعم طبعاً بالله. دعواتك لمحمد، وكان بيكلمنا كمان على حلمك الجميل انك يعني كمان انت بتفكري ومشغوله جدا بمحمد لدرجه بتحلمي له، وهو قال يعني ان هو اتصل بيك وقلت له انا حلمت ان انت جبت جون وما رضيتيش تقولي له قبل الماتش، يعني ما حبيتيش تقولي له الحلم ده قبل الماتش. عاوزاه يعني ما يتوترش ويبقى في قلق كده يلعب، وربنا ان شاء الله معاه ان شاء الله يعمل اداء كويس. حبيبتي ربنا يكرمك ان شاء الله. يخليهم لك. كل ماتش تجي له رؤيه ليه حلوه. خلوا ايده ممدوده بالخير وكويس وقلبه ابيض كده، وربنا الحمد لله ينوله كل حاجه حلوه هو بيتمناها. يا رب يا رب يا حبيبتي، طول ما هو راضيكي هينول كل حاجه حلوه. لا الحمد لله محمد، ربنا يرضى عليه ويزيده كمان وكمان. يا رب. انسان كويس ومحترم والحمد لله، بيحب اي حد، بيحب الصغير والكبير. صحيح صحيح. باين عليه وجدع. قريب والله. الحمد لله. هو بقى عايز اسالك يا محمد اللي بقى طريقته وهو الصغير وبيلعب الكوره وحب للكوره ده، انت حضرتك لاحظتيه امتى وهو في سن قد ايه؟ يعني احكي لي كده تفاصيله وهو صغير وعشقه للكوره دلوقتي. هو كان عنده حوالي 4 سنين وكان عاشق الكوره هو وطه. عشان والدهم برضو كان بيروح على طول بيلعب، وهو كان الحاج بقى بياخده معاه في كل حته وكده. محمد بقى اتعلق بالكوره ودماغه بقت كل حياته كوره، هو وطه الصراحه. مش خايفه عليه من الدراسه انه يبعد عن دراسته، لان يعني مرت علينا الكلام ده. والدتي كانت بتقول لي يا ابني مالك ومال الكوره، ما تروح يا ابني مدرستك ودراستك. والله قلت بس هو كانت حياته الكوره محمد. حقيقي كانت حياته الكوره، ما كنتش اقدر امنعه عنها. طب وطه ولا محمد في الكوره؟ هما الاثنين طبعا. طه بيلعب ايه؟ كل بيقول طه. لا ما بيلعبش في نادي. لا عارفه بيلعب مركز ايه؟ لا ما بيلعبش 11، هو بيلعب خماسي مع اصحابه كده ودورات. كده مع اصحابه. كان هو لعيب كويس والله. طب ليه ما شدتوش في حته؟ كان طه في التعليم اكتر مني. اوكي. لكن انا كنت بتاع مشاكل بقى وكوره وبتاع. طب ليه حاجه ما عملتلوش كبده جملي امبارح كان عايز ياكلها، ما عملتهاش ليه؟ بص هقول لحضرتك. قولي لي يا حبيبتي. ما كنتش في وعي خالص. وربنا اللي يعلم بيا الساعه بتاعت الماتش ديت بتاع الشوط الثاني، ما اعرفش عدت عليا ازاي. كنت حاسه بنفسي خالص والله. كلنا كنت بعمل ايه؟ كل اللي الحمد لله كنت بعمله ان انا متوضيه وبصلي وبسجد لربنا. بس ما تابعتيش الماتش؟ ما شفتهوش ولا ما شفتهوش؟ بتقولي كنت قاعده في الجنينه حبيبتي. كنت قاعده بره بقى. وبصي حضرتك انا الدموع دي ما بطلتش تنزل. كانت الدموع بتصحى كده وبعيط وربنا اللي يعلم. قلت اول ما الجون جه سجدت لربنا وما كنتش عاوزه اقوم من الارض. لا الحمد لله حاجه. بس عملتها له الصبح يعني الحمد لله واكلها الصبح. ما اكلتهاش؟ لا اكلتها برضه. لا بيقولوا لي بجد والله مش هي برضه اللي عامله لك؟ بيقولوا لي معلومات مغلوطه. هو حضرتك يا حاجه دايما ما بتتفرجيش خالص على محمد وهو بيلعب، ولا الماتش ده بالذات يعني كان ماتش كبير فما حبيتيش كده؟ والاجوان بتيجي في الاول واعرف خلاص ان الحمد لله كده. يا عايزه الجون ده. تطمن. عايزه تطمن. الماتش مشدود، ابص تلاقي قلبي بقى يقعد يدق كتير. ما كلنا صحيح والله بستحمل. اقول لا انا وابو طه عندنا بقى يقول لي ما تعصبنيش خليني اصل ابويا بتاع كوره والله. بيقعد يتفرج ويقعد يتوتروا. ابويا لو انا ضيعت المفاجاه يقوم يزعق ويتشد، ولو جبنا جون يقوم يفرح ويرقص. هو طه كوره طبعا. كويس طبعا. دي العيله كلها اهلاويه. ثالثه شمال. لا اصل ابويا كمان بيلعب كوره. يعني عارف كوره. بيلعب لحد دلوقتي ويروح يلعب مع اصحابه. بيلعب خماسي والله لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي مع اصحابه هيجري كده. حلو قوي. رد فعله ايه برضه يا محمد؟ لا انا لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي انت فين؟ قلت له انا جاي لكم البلد. خلي اصحابه كلهم
بيقول لي تعالى الحق ابوك، بقول له ماله؟ قال لي عمال يلف البلد. هو اللي بيجري. العيال شايلينه هو عمال يلف البلد، عمال يلف البلد. طبعا. يوم ما رحت الاهلي يا كابتن اتفاجئت. انا ابويا يعني في حاله، يعني هو طيب كده، يعني بتاع شغله من البيت ما بيتكلمش كتير والكلام ده كله. فاتفاجئت يوم رحت الاهلي بقول لهم بتعملوا ايه؟ قال لك ابوك بيضرب صواريخ. ابويا مين؟ بيحتفل. بيضرب صواريخ. بيحتفل. بيضرب نار مثلا. ما في، انا ما اتوقعش اللي هو يعمل كده، لان هو هادي يعني. لا بقيت اتفاجئ. ما توقعتش ان والدك هيعمل بيعمل. مستحيل يا كابتن. انا عايز اشوفه بقى. لقيتهم هم بقى مصورينه وبتاع. اتفاجئت. طب طه. حبيبتي. معانا طه؟ اخويا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، مبروك يا طه. الله يبارك فيك يا كابتن هاني، الله يبارك في حضرتك. يعني بنقول لك مبروك، وبنقول لك طبعا اكيد فخور باخوك الصغير اللي يعني عمل بطولة كبيرة جدا جدا جدا، وان شاء الله المستقبل لسه قدامه ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا يا كابتن هاني فخور بيه طبعا، وبدعي له على طول ربنا يوفقه باذن الله. يا رب. ما لعبتش كورة ليه؟ الحمد لله يعني هو بيكمل المشوار بتاعنا. طب والدتك حلمت ان هو هيجيب جون، انت بقى ما توقعتلوش حاجه، ما قلتلوش حاجه قبل الماتش؟ لا انا على طول بكلمه قبل الماتش والله، وبحفزه على طول وبقول له ان شاء الله انت لعيب كبير وعندك كتير وهتيجي معاك على طول. الكره كانت دايما بتيجي في العارضه، بقول له ان شاء الله هتيجي معاك وبحفزه ان شاء الله على طول الحمد لله. طيب انا بشكرك جدا يا طه. بشكرك يا طه، ومبروك.